كابتن عمر النمساوي عبر زوم. يا فندم مشرفني ومنورني، سعيد جدا بتواجدك معايا ومبسوط انه نتكلم قبل مباراه كبيره بين الزمالك ونهضة البركان في نهائي الكونفدراليه، في نهائي مكرر من 2019 كنت انت فيه قائد لفريق نهضة البركان. مرحبا كابتن كريم، ومرحبا بضيوفك الكرام، ومتشكرين قوي على الاستضافه. نعم، كما صرحت كنت من اللعيبه اللي كانوا في 2019 مع فريق نهضة البركان في نهائي بالقاهره، وكان نهائي جميل، وتم الفوزيه لفريق الزمالك المصري بضربات الترجيح. شايف المواجهه القادمه ازاي ما بين الزمالك ونهضة البركان؟ أعتقد بأنه مقابلة قوية بين فريقين شقيقين عندهم يعني من تجربة ما يكفي. لفريق نهضة البركان أصبح الآن متمرس في الاتحاد الإفريقي، ولا فريق كبير كزمالك. تنظن بأن مقابلة غادي تكون قوية ما بين الفريقين، غتكون واحد الطابق الكروي يستمتع به يعني الجمهور الرياضي، ونتمنى إن شاء الله بأن تسود واحد الروح الرياضية كذا، وتكون واحد المقابله اللي ترقى بفريقين كبار لا نهضة البركان ولا الزمالك. شايف ايه اكتر ما يميز فريق نهضة البركان في الوقت الحالي؟ نهضة البركان الان عنده واحد ترسانه شابه، غير من الجلد ديالو، جلد اللاعبين اللي كانوا في 2019 او في 2020 تنظن بانهم غير الفريق بعد بعض اللاعبين. الان عنده واحد تجربه شابه، عنده تركيبه شابه عفوا، عنده لاعبين في المستوى. تنظن بانهم عندهم مدرب اللي استقدموا، عنده خبره ما يكفي، وداز عندكم في الدوري المصري. تنظن بانها المقبله غادي تكون صعيبه عليهم، لانهم غيواجهوا فريق اللي تا هو قوي متمرس. شاهدت بزاف ديال المقابلات هذه السنه ديال فريق الزمالك، يعني فريق تا هو قوي، تعرف كيفاش ينقل المباريات ديالو، عنده كما تنقولوا باع في هذه الكاس الافريقيه. بالنسبه لفريق نهضه بركان، بان العيون ديالو والكل تيتحدث هنا في المغرب او في مدينه بركان على هذا الكاس، لا سيما بانه الان الممثل الوحيد ديال الكره الوطنيه والكره المغربيه في الكؤوس الافريقيه هو نهضه بركان. تنظن بانه الكل متجند وراه باش يحقق واحد النتيجه ايجابيه. والان كما شفتم بعد الخروج ديالهم من كاس العرش بضربات الترجيح، التفكير ديالهم منصب على هذا الكاس هذه، ونتمنى له ان شاء الله بانه يفوز بها وينقد ماء الوجه ديال هذه السنه ديال الكره المغربيه. شايف مين الافضل في نادي الزمالك في الوقت الحالي؟ شايف مين يمثل نقطه قوه في نادي الزمالك امام فريق نهضة البركان؟ ونادي الزمالك ما عندوش نجم، عنده مجموعه قويه، كاينين لاعبين متمرسين، كاينين لاعبين اللي كانوا معاه يعني من قبل، وكاينين لاعبين اللي الان متمرسين، عنده كما تنقولوا لي كومبارتيمون ديالو كاملين ايكيليبري، ديفونس ميليو تيران ميم لاتاكون. كما شفنا المقابله الاخيره ضد دريمز، اللاعب على ما اظن الافريقي تنظن خلني الذاكره في الاسم ديالو، سامسون، مقابله كبيره سامسون، واللاعب التونسي جزيري على ما اظن. عنده يعني لاعبين في مستوى. حارس اللي قام بواحد المقابله اللي كبيره وكبيره كبيره بزاف، يعني ماشي من السهل بانك في ديك الاجواء وفي ديك الظروف وفي ذاك الملعب، لا سيما في ذاك الملعب، بانك تفوز على فريق حتى هو شاب وفي الميدان ديالو ب 3-0. تنظن بانهم مجموعه اللي عندهم قويه ومتجانسه، اللي غيخلقوا بزاف ديال المشاكل لفريق نهضة البركان. كابتن عمر النمساوي لاعب فريق نهضة البركان المغربي السابق، واللي كان مشارك في مباراه نهائي كاس الكونفدراليه 2019 امام نادي الزمالك، اللاعب الحالي لفريق المغرب الفاسي، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء.